الصينيون اتجهوا للعمل بشكل منفرد على برنامجهم النووي عقب خلافهم مع موسكو ورحيل الخبراء والعلماء السوفيت عن بكين وسط ذهول أمريكي سوفيتي. الصين تفجر أولى قنابلها النووية. أهلا بكم في ظل التاريخ مع رامي صادق. يوم 16 أكتوبر 1964 سجلت جمهورية الصين الشعبية رسميا دخولها للنادي النووي عقب نجاحها في تفجير أولى قنابلها النووية. وبينما أطلق الصينيون اسم المشروع 596 على هذه التجربة النووية، اتجه المسؤولون بالمخابرات الأمريكية لتسميتها بتشيك وان. إلى ذلك أجرى الصينيون أولى تجارب نووية عند بحيرة لبنور الواقعة بتركستان الصينية، وبالسنوات التالية تحولت هذه المنطقة لواحدة من أبرز مواقع التجارب النووية الصينية. إلى ذلك تواجد مشروع القنبلة الذرية الصينية ضمن برنامج قنبلتان قمر صناعي واحد الصيني، وقد اتخذ قرار حصول الصين الشعبية على السلاح النووي عام 1955 من قبل ماو تسي تونغ، الذي تابع عن كثب تزايد المخاطر وإمكانية مواجهة عسكرية مباشرة مع الأمريكيين عقب الحرب الكورية والتدخل الأمريكي في شؤون تايوان، إضافة لأزمات مضيق تايوان وحرب فيتنام. وخلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الشيوعي الصيني عام 1956 تحدث ماو تسي تونغ عن امتلاك الصين الشعبية لأعداد كبيرة من الطائرات والمدافع، وبالتزامن مع ذلك أكد ماو تسي تونغ على ضرورة حصول بلاده على السلاح النووي لمواجهة المعسكر الغربي وتهديدات واشنطن باستخدام القنبلة النووية ضد الصين الشعبية. وأثناء نفس العام أنشأ الصينيون وزارة مختصة في مجال البحث العملي والتكنولوجيا والآلات الحديثة. فضلا عن ذلك تكفل معهد الفيزياء والطاقة النووية ببكين بمهمة إجراء أبحاث حول تخصيب اليورانيوم والأسلحة النووية. وبلانزو أنشأت السلطات الصينية مصنعا تكفل بمهمة تخصيب اليورانيوم اعتمادا على الانتشار الغازي. وسنة 1957 أبرم السوفيت والصينيون اتفاقية تبادل للتكنولوجيا العسكرية، وبفضل هذه الاتفاقية التي سمحت بقدوم عدد كبير من العلماء السوفيت نحو بكين، حصلت الصين الشعبية على نموذج قنبلة ذرية سوفيتية. مطلع شهر أبريل 1960 باشر الصينيون بإنشاء مركز تجارب نووية عند بحيرة لبنور، وقد استمرت الأشغال بهذا الموقع لنحو 4 سنوات، اضطر خلالها عشرات الآلاف من العمال الصينيين والمساجين للعمل بظروف قاسية. في السنوات التالية اتجهت السلطات الصينية لتوسيع هذا الموقع الذي أضحى فيما بعد أكبر موقع تجارب نووية بالعالم. أواخر الخمسينات شهدت العلاقات السوفيتية الصينية تدهورا غير مسبوق، ومع انقطاع الدعم السوفيتي للصين بمجال الأبحاث النووية اتجهت موسكو لإبرام اتفاقيات مع واشنطن حول الحد من الانتشار النووي والتجارب النووية. وقد اتجه السوفيت حينها للبحث عن اتفاقيات مشابهة مع واشنطن خوفا من تحالف الأخيرة مع بكين وتزويدها لها بنماذج لأسلحة نووية. أطلق الصينيون اسم المشروع 595 على برنامجهم النووي نسبة لشهر يونيو 1959، وهو الشهر الذي اتجه خلاله الصينيون للعمل بشكل منفرد على برنامج القنبلة الذرية عقب تخلي السوفيت عنهم. يوم 16 أكتوبر 1946 فجر الصينيون أولى قنابلهم النووية. إلى ذلك بلغ وزن هذه القنبلة التي تمثلت في جهاز شطار انفجاري صنع من اليورانيوم المخصص لصنع الأسلحة يورانيوم 235 حوالي 1550 كيلوغرام، كما قدرت إنتاجيتها بحوالي 22 كيلو طن. بالولايات المتحدة الأمريكية عبر المسؤولون الأمريكيون عن ذهولهم من التجربة النووية الصينية، فمع تخلي السوفيت عن بكين
استخف الأمريكيون بقدرة العلماء الصينيين على إنتاج سلاح نووي. فضلا عن ذلك، رفض المسؤولون الأمريكيون بالسنوات الفارطة اقتراحا من الرئيس كينيدي بتنفيذ هجوم استباقي على المواقع النووية الصينية. من جهة ثانية، عجلت هذه التجربة الصينية بتوقيع الاتحاد السوفيتي على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مع كل من الأمريكيين والصينيين.